كنا عم نشوف زينب فعلا كيف بعض المهن اختلفت الطقوس والعادات فيها من خلال الاجراءات الاحترازيه للتصدي لفيروس كورونا، وبظل الحجر العالمي والاجراءات الاحترازيه والحظر اللي بيختلف بالعالم تباعا لكل دوله وحجم الاصابات بفيروس كورونا، نحن على ابواب عوده الحياه بشكل تدريجي مع القرارات اللي اتخذتها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا. ما هي التصرفات والسلوكيات الصحيه الوقائيه والغذائيه المهمه؟ رح نتعرف على مجموعه منا ومن النصائح مع الصيدلانيه سامة هاني ناولو. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. مرحبا. يسعد صباحك سامة. صباح النور. يعني كنتي عم تنشري فيديوهات على الفيسبوك عن طرق التوعيه، لانه في اخطاء شائعه كثير يمكن انت عم تصفيها بمجال عملك، نحن عم نصفهم من خلال كمان عملنا، في اخطاء كثير شائعه بالنسبه للبس الكمامات للتعقيم وحتى الكفوف، فخلينا منك هلا ناخذ هي الاخطاء الشائعه ونطبقها بما انه عندك المواد. هلا انا بظل شغلي بالصيدليه شفت كثير من الاخطاء يلي عم بتصير بلبس الكفوف والكمامات، هذا الشيء عم بيزيد نسبه احتماليه الاصابه بالفيروس اكثر من انه هو يحمينا، حتى بغير فيروس يعني بكل شيء، جراثيم او فيروسات فهو عم نزيدها. هلا نحن بطبيعه الحال الجلد هو خط الدفاع الاول بالجسم المناعي، فانا لما عم كون عم غطيه انا ما عاد عندي الخط الاول، الكفوف ما فيها هي الميزه، فانا والكفوف طبيعتها بيعلق علي اكثر من الجلد، فانا لازم استخدمها بطريقه صحيحه لحتى انا اوقي حالي. فانا كنت عم فرجي الطريقه على الفيسبوك. هلا اول شيء نحن لازم نعقم، يعني اذا بدنا نلبس كفوف لازم نعقم قبل ما نلبس، قبل ما نلبس ايدينا معقمين تماما، الكفوف لازم يضلوا بالعلبه تبعها هون، انا لما بدي اشيلها هلا انا ايدي معقمين اوكي وبلبسهم بطريقه عاديه. هلا انا بعد ما تعاملت وصار في تعاملت مع الوسط يلي انا عندي اياه وصار في عندي تلوث على هذا الكف، هلا انا لما بدي شيله انا لبست كفين مثلا بشيل بالكف الاول واحد عادي، بس انا لما صارت ايدي هلا هي نظيفه، انا لما بدي شيل هذا الكف اذا شلته بالطريقه اللي بيشيلوه العالم تلوثت ايدي وما استفدت انا بشيء، فانا لازم بهي الطريقه فوتها واشلها هيك وما بيصير ينحط على اي وسط، لازم فورا ينحط بالكيس وينكب الزبالة. وينكب بالزبالة. قد ايه لازم الواحد يلبس الكفوف؟ لهم مدة معينة؟ هلا الكفوف كمان بضع ساعات، يعني مثل الكمامة، أنا ما بيصير ضل كل النهار، وبيبين عليها إمتى هو صار في تلوث. بس في نقطة كثير مهمة خلينا نشير إلى معك سامة، إنه أنا لازم أتعامل مع الكفوف كأنه إيدي، يعني طبعا. هي حالة وقائية لحماية نفسي، بس هذا ما بيعفيني من غسيل إيدي، يعني أنا إذا كنت عم أشتغل أو عم مارس حياتي اليومية أو كنت بالسوق لازم بخ كحول عقم الكفوف او غسلهم، يعني لازم اتعامل معهم بطريقه هو الاكثر وقائيه، لانه احنا يفضل سوري يفضل انه انا اشيلهم، يعني انا يفضل انه انا يكون معي بدل دائما بالشنطه ضلني انا عم بدل، هي اكثر طريقه نحن بنضمن فيها انه هن يضلوا عقيمين. طيب خلينا نحكي هلا عن الكمامه هون. تمام. بقى من اللبس، لانه من اللبس احيانا عم شوف اخطاء بارتداء الكمامه. صحيح. هلا بالكمامه انا لما بلبسها لازم يكون على الخيوط، انا هلا بفرجيكم كيف، واكثر خطا انا شفته بالصيدليه هو انه العالم لما بدها تحكي معك بتشيلها لحتى تسمعيها، بس هي لا، يعني هي لازم تغطي الانف والفم بطريقه تامه، وانا ما بيصير نزلها من هون، انا اذا بدي نزلها بنزلها من الطرف مثلا، هلا انا كمان بدي تكون معقمه ايدي، ولما بشيلها للكمامه بشيلها من هون وبحطها بشكل يغطي، انا وقت اللي بدي نزله بدي نزله من نفس المحل تمام، وبدي شيله وبدي كبها فورا كمان، يعني الكمامه هي العاديه ما بتضل اكثر من 4 ساعات بشكل متواصل. في هلا الكمامات الجداد يلي طلعوا يلي هنا في لهم فلتر، هدول كمان في عالم عم يستخدموهم لايام، هو غلط تماما، هن هدول الكمامات بيضلوا ل 8 ساعات ماكس، احنا بيقولوا اغلى تمام، يعني اغلى بكثير فبيفكروا في ناس بتعمل كمامات قماش وبتغسلها كمان، خلينا نشير لهي النقطه قديش في كثير من الناس هلا صارت تعمل مثلا كمامات قماش وتغسلها يعني بشكل يومي، هذا الشيء خاطئ وعلميا ما اثبت انه هو بيقدر يعقم ولا اثبت انه هو بيقدر يكون بيحمي
فنحن ما بصير يعني هدول الكمامات يلي بيستخدموا بالمشافي يعتبروا مناح كخط دفاع اول، اللي في لهم فلتر يعتبروا كثير مناح، بس ما بصير نحن نتركهم لايام او نعيد استخدامه. ساما، يمكن ضمن الاجراءات الوقائيه والاحترازيه والتوعويه اللي انتشرت كثير ان كان على الاعلام الوطني حتى بوزاره الصحه مواقع منظمه الصحه العالميه، غسل الايدين مثلا، في ناس كثير بتقول لك انه بدي الصابون مثلا كذا او بدي المعقم الفلاني لانه سمعت انه هو او بدي كذا، فخلينا نحكي عن المرطبات والمعقمات، المرطبات اللي بياخذوها لانه بيعانوا من يمكن حساسية بالجلد، خلينا نحكي كمان عن هي الاخطاء الشائعه وشو هي الصحيح منها. تمام. هلا اول شغله انه قلتي تفضلتي انه لما بيجوا بدهم يشتروا الصابون او المعقمات، هلا انا في عندي اول شغله انه الصابون هو ابسط وسيله وافضل وسيله لحتى انا احمي حالي، واشيع وسيله اشيع، وحتى انه اي شخص بيقدر انه هو يستخدمها، يلي ما بيقدر يضل عم يشتري كحول دائما، بس الفكره انه انا لازم ضل على استمرار عم غسل ايدي مينيموم لمده 20 ثانيه ضل بشكل متواصل. هي اول شغله بالنسبه للصابون، وما بتفرق النوع ابدا بالنسبه للصابون. بالنسبه للمعقمات، كثير عم بينزل معقمات على السوق بس ما بتلاقي فيها لا نسبه الكحول لا هي شو الماده، هلا هذا الشيء ما له مضمون، فنحن لازم لما بدنا نشتري معقم نشوف قديش فيه، هلا مينيموم لازم يكون 60% ككحول، وفي فيهم معقمات مثلا انتي بكتيريال مضاد جرثومي بيكون هذا الشيء افضل اذا كان في معهم. نعم. طيب خلينا نحكي بالختام عن المتممات الغذائيه لتقويه المناعه اللي تم الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كثير كبير، قديش فعليا بتاثر على تقويه المناعه وشو هي فعلا المتممات الغذائيه السليمه والصحيه؟ تمام. هلأ أنا كتير حابة أحكي عن هذا الموضوع لأنه هذا الشيء نحن بس هلأ ضوينا عليه لما صار هي المشكلة، بس المناعة هي لكل الأمراض، صح، لكل الأحوال والوقت، فكتير لازم نحن نخلي هذا الشيء دائما ببيتنا لأولادنا لأهالينا الكبار بالعمر. كتير بتأثر الغذاء والمتممات الغذائية على مناعتنا. أول شيء مثلا في أنا عندي الغذاء مثلا الفيتامين سي اللي باخده غذائيا من الليمون من البرتقال من الفواكه، هذا الشيء كتير بحسن لي المناعة. في عنا العكبر يلي هو هلأ نعرف بظل كورونا، قبل مثلا ما كان يجي حدا على الصيدلية يشتريه، هلأ لا صار كتير مطلوب. في عندي الكركم يلي ما كتير عالم بيعرفوا، حبة البركة، الحبوب الفيتامين وحبوب المعادن، هدول كمتممات غذائيه كثير بتحسن انه انا تزيد المناعه عندي. وطبعا اذا ما كان واحد عنده نقص لازم انه يستشير طبيب هو بيعطيه النسبه المحدده اللي هو لازم ياخذها منه. اكيد. ويمكن مثل ما قلتي بالختام اهم شيء الواحد يسال الطبيب المختص حتى يقدر ياخذ الشيء اللي بيفيده. سامة يعني كثير انبسطنا بوجودك معنا بكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لوجودك معنا. ميرسي. شكرا لك الصيدلانيه سامة هاني ناولو على وجودك معنا. شكرا كثير. ميرسي.